الفيديو اللي دارت برشا على الفيسبوك ودينا من برج الوزير نشوفوا فيها كالكشك هكا ولا نصبة موجودة في الشارع تقول انه الاستشارة اليوم تنجم تخلينا نعيش وفي الجنة. خلينا نسمعوا اكثر شنو صار في برج الوزير. شوفوا الاكستريم تاع برج الوزير وكيفاش كانت البادرة اللي موجودة على الكياس. وشوفوا في الناس قاعدة تتلم وشكون يعيط يدعو الناس للمشاركة في الاستشارة. هو الشركة هو الفاعل يبادر فقط. كن مبادرا كن إيجابيا اعطي ثقة في نفسك اعطي ثقة في ذاتك. ساهم الاستشارة الوطنية مجموعة من الأسئلة المهمة جدا لإصلاح بلاد تونس. لكل مواطن تونسي غيور على بلاده غيور على تونس. يحب يرى تونس جنة. يحب يحسن الحاضر يحب يحسن المستقبل. يلتحق بالاستشارة الوطنية ويجاوب على مجموعة من الأسئلة. المواطن الغيور اللي يحب يرى تونس جنة ويرى تونس أحسن يمشي للاستشارة. هذا أبرز ما قال التنبير. كيفاش كاين سندريلا؟ يلا وحسب التعليق يقولوا أنه الأكشاك هذه ماهيش موجودة كان في برج الوزير في برشا بلايص في تونس. التعليق كانت هكا مسكينة تونس اش تعاني من جهل السياسيين. فما اللي كتب تونس بلاد البؤساء. تعليق آخر يقول مسكينة تونس ولينا بتلح ليه هكا وصلنا. وفما اللي قال الناس الكل لازم تشارك ماكم تحبوا تبدلوا في تونس وتتفرجوا كيفاش تتغير لازمكم تشاركوا في الاستشارة. واللي قال واجب على كل فرد يشارك في بناء تونس جديدة. علاش تضحكوا؟ هذه مهمتهم باش ينشروا الاستشارة في كامل أنحاء الجمهورية. وفما اللي قال اللي يحب يشوف تونس جنة يشمر على سواعده ويخدم. ونوفى بالتعليق هذا مستقبل البلاد في نصبة. هكا ولينا وهكا ولينا نعيشوا. سونيا فولكلور سأمني حاجات تصورنا رويحهم اقتعنا معهم وإلا لا. الدولة عندها مشروع، رئيس عنده مشروع قاعد يحاول يجيش الناس يحسس الناس باش يمشيو يشاركوا في الاستشارة. كيما وقت اللي عندنا انتخابات ماذا بينا 10 ملايين ولا 7 ملايين الكوري الكتورال الكل يمشي ينتخب. فانا ثنية ترى الأمور الرئيس عنده مشروع هذا مما لا شك فيه. ورئيس متمسك بمشروعه. ورئيس قال أكثر من مرة عبر على استيائه أنه الناس ما تشاركش. فالدولة تعرف الغفلكس دو بافلوف. ريفلكس دو بافلوف أكلي وقت اللي تولي حاجة أوتوماتيكية أوتوماتيكية تتحرك ريفلكس دو بافلوف متاع ما خلناه ما عادش مش ما عادش مش راهو هاك الممارسات. التجمع لم يمت. تجمع راه ما عادش في ريوسنا. كل العمد كيفاش كانوا يخدموا وهبطوا. انت شوف المصروف اللي فتات يا اخي بالك بلاش فلوس هذاك الكل راهو بالفلوس. الممارسات التجمعية متاع نعملوا لخيم ونكتبوا عليهم وبريح. كيف سوريا الدنيا الدولة تصرف على ليزي على اللافتات متاع الانتخابات وخرجوا انتخبوا يمشوا للبرامج مليارات تتحط بشي حسوا يجيوا راو انت اسمع الكلام يجيوا تحب تونس تولي جنة يجيوا على بعض الأسئلة. الفكرة بعيدة على الشعارات. هي الفكرة خايبة. الفكرة خايبة على خاطر اليوم فما مقترح وقاع التسويق ليه. تحب تشارك تشارك عندك طريقة باش تشارك بها. ما تحبش تشارك ما تشاركش. نجم على ليميت على ليميت تعمل طاولة وأربعة كراسي أما فما 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 مصروف من المال العام. راهو تنشور أنا قاعدين نصرفوا من المال العام باش نعملوا الخيم وباش نعملوا البريح اللي قاعد يقنع في التوانسة اللي كانك جاوبت على بضع الأسئلة راي تونس باش تولي جنة. دونك الحقيقة والله حاجة تعب والله حاجة تعب. فما ممارسات كنا نسخايلو أن نقطعنا معها. سونيا حاجة تعبتها بني تعبك شيء ذي ولا لا؟ لا 10 سنين كاملين شفنا حياة سياسية فيها هذا النوع وأكثر من ذلك من التوجه للناس ومن الكوم والاتصال. خيمات ذيكم أحزاب يعني بريفي ذيكم الأحزاب. سونيا قالت لك هذوما فلوس الدولة تحط فيهم الفكرة الرئيس. سمحت ليزيك العام مليارات تتصرف من أجل إقناع العباد بالتسجيل في الانتخابات. ونقولوا للناس يا ولادي تحبوا تحدوا مستقبل بلادكم يلزمكم تشاركوا في العملية الانتخابية. وتتذكروا الشباب يدور وخيمات من هذا النوع وتلقاهم في المجازان وفي السيرفاس وفي الكذا. اليوم الدولة
اللي تفرق ولا هنا الرئيس قيس سعيد اللي على راس الرئيس قيس سعيد عامل خطه تم تحيتها دوليا خريطه الطريق تبدا بهذه الاستشاره وتنتهي بانتخابات في واحد مرورا باستفتاء في 25 جويليا. الحق عملت بالعكس يعني خيمات معزوله نشوفها معناها ما كان من المفترض التعب لهذه الاستشاره تكون أكبر اذا كان الرئيس والناس اللي حول الرئيس متبنين المشروع وحبوا ينجحوه راهي التعب اكثر. بالعكس انا تمنيت يا سونيا مش فقط الخيمه هذه بالعكس احنا لمنا قلنا راهو جماعه اطلقوا مشروع الاستشاره وما عرفوش كيفاه يسوقوا له عن طريق الديبا شكون معاه شكون ضد. تخيل الفضاء العام حتى في الشارع نسترجعوا لحظة النقاش السياسي المفتوح قدام الخيمة يجيوا عباد رافضين أو شاكين في هذه الاستشارة ويعبروا على رأهم ويصير نقاش والمواطنين يحضروا في النقاش هذايا ويسمعوا ويفرزوا ولكن للأسف هذا ما حصلش. كانت دعاية الساعة هذه خلطة متأخرة خلطت عليها التلفزة متأخرة وبالية خاصة بدعاية بالية هذه هي أنا لا ألوم وجود دعاية بالعكس هذا مسألة تهم الشأن العام كل ما يهم الشأن العام وإقحام المواطنين في نقاش قضاياهم والشأن العام يكون إيجابي ولكن الطريقة للأسف هذوما مش كافي هذه خلطة مخر وهذه طريقة شكلية لن تقنع في نهاية الأمر التوانسة في معظمهم للالتحاق والمشاركة السياسية المكثفة في هذه الاستشارة الخيال في الشعارات وانتم أولاد الشعارات الجنة وكذا بريهان كيفاش كنتوا تكتبوهم قبل لا هذه ذكرني بشعارات الحزب الدستور بتاع الزعيم بورقيبة في عام 34 أنا لسه كانك مواطن غيور صوت الحزب الدستور كانك مواطن غيور بون هذيك عليه قاعدة دعايه اركايك السلول نتاعكم اللي كان تكتب الشعارات مشاو على رواحهم ولا مازالوا مازالوا في لعبة ترونجا كانت كان سي عزوز الرباعي الله يرحمه كان 14 بعد الفيلم لا هذيك جو جديد هذيك جيل جديد 14 بعد الفيلم هذيك اللي شديت والله العظيم كانوا فما شعارات زميلتك في المحامية اما بربي كانوا يتلموا عبيد ويكتبوهم برهينة في الشعارات بعيد عاد تفادلي كي معناها فما سلول تحضر معناها تعرف والله هذه حكايه حتى لتوا لقيت بعد فني يأرخ الحكايات هذه عن طريق السينما ولا الوثائقي نحلم انا نحلم نعمل وثائقي على شخص في تونس اسمه حفيظ العياري شكون بتتر يعرفوا ناصر في الكوره حفيظ يحب برشا ستاتونيزيان ابا حفيظ تاريخ في قصه الشعارات مع الزعيم بورقيبه مع الرئيس بن علي اللي كان يصيح ديما وقت اللي الرئيس يسكت ويقول يا بحي هذاك هو كان تتذكرش السي الباجي الله يرحمه بعد ولا رئيس حكومه اشرف على مؤتمر وطني باش يشوفوا الخريطه الانتخابيه في قصر المؤتمرات قام حفيظ كالعاده يصيح له والرئيس الباجي قايس سمسي تغش عليه قلت يسكت ما تقوليش هذاك اللي قال بالشفاء يوسف الشاهد زاد لا هذاك لا هذاك جيل واحد اخر حفيظ العياري هذه شخصيه عجيبه يحضر في كل حي هو في مؤتمر الاتحاد الاطباء العرب ترقاه ولا علاقته له بالاطباء في النوبه هو اللي ذبح شكون هو شخصيه عجيبه في تونس ما احلاها هي اللي تعمل الشعارات هذه نقز على الرئيس بورقيبه والرئيس بورقيبه ماشي يشرف على مجلس وزراء في القصبه نقز عليه يا سيدي الرئيس الحب دار الحب دار الحب دار بورقيبه غزل له شادد الباكيته قالوا انت سي شباب قالوا علاش تحب دار؟ قالوا عندي ثمانية أولاد يا كلب وراك من ذلك عطاوه دار بن علي كان يسأل عليه قالوا ثمانية أولاد يا كلب شخصية موجودة قالوا هكا وفي الأخر عطاه دار كان سي عبد الله الكعبي الله يذكره بالخير كان والي تونس ديما يتنقل مع حفيظ العياري شخصية عجيبة هي اللي كانت تعمل الشعارات مازال على قيد الحياة يحضر في كل الجنائز بالله يجيبوا للبلاتو نتاعك ذكر محمد الله يرحمها هو اللي هززها على كذا يؤبن الجميع عفريت يا ولدي حفيظ العياري ظاهرة ويخدم هو موظف عادي في وزارة السياحة جيبوا بالحق الفرنسيس على فكرة أمان ونختم رفيق خدموا على شخصية مثيلة في فرنسا يتبعوا فيه كيف يتسرب في الديفيلي بتاع 14 جوي ولا علاقة له لا برؤساء لا بحد شيء شوية يدخل منه كذا حفيظ نفس الشيء هو اللي قص في التساكر في الباب مع الحمايه المدنيه هو اللي يبدا اطلعوا غادي يعملوا غادي كل واحد يجي سخان حاول كيف تشوفوا الفينومين وجيبوا لنا فينومين عجيب اون بلوس عندك كرونيكور انت غايب دونك حطوا معنا نجم يعطيك ناس حابين يتكلم قبل ما نخرج فاصل انا حبيت نقول البارح مشيت بالزهر متعدي في ريال لقيت هذه الاستشاره ولقيت والله باهي سامباتيك وقفت حتى الرونديفو نتاعي
شوية وخليت قعدت نسمع الاستشارة والعبيد زاد إن ما فهمتش علاش توا السنية باهتة اليوم في الأحزاب في برشا أوقات شفنا الحاجة كيما هكا اليوم لابد لابد من توعية المواطن سبحان الله مش اللي قاله لي في السنة لا إله إلا الله هدي ساندو رينيو عبد أقسم بالله 50,000 مرة بدل لك لا 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 إنه الميكرو إنه الميكرو نعود بعد الفاصل مواصلين معكم في البوكس نيوز تسمعونا